امرأة كانت تخدم في بيت أسرة وكانت متعبدة، وكان لها قيام في الليل، ففي ليلة من الليالي كانت تدعو الله بسجودها قائلة: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تكرمني، أن تعافيني، أن ترحمني، إلى آخره. سمع صاحب الدار دعاءها هذا، فرأى أن في هذا يعني شيء من سوء الأدب. لما انتهت من صلاتها قال لها: يا هذا، من قال لك أن الله يحبك؟ قولي: اللهم إني أسألك بحبي لك. فقالت: يا سيدي، لولا حبه لي ما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي ما أوقفني بين يديه، لولا حبه لي ما أنطقني بهذه النجوى. هذا لسان حال كل واحد منا. أنا أقول: لولا حب الله لي ما شرفني بديني، لولا حب الله لي ما عرفني على ذاته، لولا حب الله لنا ما جمعنا في هذه المناسبة. فإذا شعرنا بهذا لا يمكن إلا أن نبادل الله حبا.